السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، معكم هوتو جيم محمد القحطاني من قناة ريبي الليجن، وجيناكم بالحلقة الثانية من تختيم لعبة فيكتوريا 3 ونلعب بأفغانستان. آيات الرحمن في جهاد الأفغان. راح نبدأ نهاجم السيخ، نبغى نشوف هل في أحد بيفزع. الفارسي ذا بالطقاق الفارسي ممكن يدخل، لكن دقنا مرة ندق مرة ثانية. وش فكرتنا؟ نبي يا طويل العمر والسلامة في أرض واحدة بس، وبيأخذ الأرض الثانية يا بابا. أبغى أشبك الأراضي مع شو يسمونه، مع الصين، عشان نقدر نصدر لهم، أفيون. نوجه الجيش على الجبهة، نحط جيش هجومي. طيب الفارسي تدخل، بس ليش ما احط، ليش ما اقدر اخذ الارض الثانية؟ غريبة مرة، غريبة ما اقدر اخذ الارض الثانية. لكن الفارسي شكله راح يتأدب، نطلب منه ورب ريشن، نطلب منه ريفوك ريلم برضو، هذه بتفيدنا مرة مستقبلا عشان يصير ما يتدخل في مشاكلنا. بس ما نحتاج شيء ثاني. طيب اجل الجيش هذا انطلق دافع جهة الفارسي، وانت هاجم هنا. حلوين حلوين، يلا تقدموا ايها الافغان. طيب حلوين، المفروض ان الان زانت امور الحديد، ولا باقي ما بنينا حق التولز. الان ينبني وراح يبدا يصدر حديد. بدت الحرب، اتوقع لو اني كشعت هذه خلاص تنتهي الحرب، حتى الافغاني يركض، عرفتوا؟ طيب جايتنا هنا، لا 15، نبغى نضعف اللاند اونرز، يب ضعف اللاند اونرز، حلو، نضعفهم قدر المستطاع. طيب معاركنا جالسين نخسر، بس ما عليكم شوي ونقوى. هذا ما زال اموره زينه. الصيني نبغى نصدر له افيون قدر المستطاع. طيب راديكالز ارمد فورس ابروفل، لا اميجريشن اتراكشن، يب زيد عدد الناس اللي ياتون الى دولتنا العظيمه. طيب لو اني خذيت هذا، بس هذا مشكلته ان علاقته زينه مع الروسي، فممكن الروسي يتلقف ويجي يشقنا شق. الروسي ما يمزح معه، الدب الروسي. طيب ناكتف تريد، نبغى نوقف التريد اللي هنا. وقف، لأننا دخلنا حرب ضد فارسي ف ما راح تفيدنا. طيب حلوين، ما زالت الجبهة هنا هاجدة، واقفين قدام بعض، ما حد جالس يضرب الثاني، بس جالسين نهجم هنا. امورنا زينة على السيخ امباير، احتل دولته كاملة. ودي اخذ برضو الاخيرة ذي، ليش ماني قادر اخذها؟ ولا باخذها خلاص يعني، لا بلعته. مرة غريب، مرة غريب. اهم شيء الهندي او الشركه البريطانيه ذي خل علاقتي معها زينه، عشان لا يجون يميلون علي. هذول البريطانيين ما يمزحون، يجردون نجلد على طول. طيب البروكرسي عندنا زبط، هل خلصنا من هنا؟ لا ما خلصنا. اوه حلو والله، البروكرسي مره زينه. طيب محكمه، حكمت المحكمه. طيب نرفع، نسوي الناشونال ميليشيا، نبغى نصير قوه عظمى. طيب ما زالت عندنا مشكله التاكسيشن، لكن بتنحل، مع الوقت. اثورتي سوينا التكنولوجيا، الهيلث سيستم خليك منه، المنتنج الارشيف بيكون حلو بس مو الان. خلنا نسوي حقت الخزنه، فلوس، نحاول نطلع فلوس قدر المستطاع. الفارسي راكد محله، حلوين تقريبا جلدناهم جلد. لو نطور هذا، بس مو الحين، شوي. البيروقراسي عندنا على الحافة، البيروقراسي. طيب نشوف الموارد عندنا، الماركت كيف وضعه. عندنا نقص في القمح، الناس مو جالسين ياكلون. نقص في القمح، شوية نقص مدافع، فيبغالنا نبني قمح. نبنينا، لا هنا نت كواليفيكيشن، ما في ناس نت كواليفيكيشن هنا. طيب نت كواليفيكيشن، ايش هذا؟ بس في ناس شغالين في الاربن لاند،
في ناس شغالين في الأوربن لاندز. يب نقدر نبني هنا. 1 2 3 4 يطلعون من الأوربن لاند حقتهم وبينضمون بيروحون يشتغلون في هذه. طيب الآن نشوف الأمور هنا شلون تصير. طيب أعطاني الجزء الصغير ذا، ليش ما أعطاني، ليش ما قدرت أحتل هذه؟ غريبة. خلنا نشوف الدبلوماسي، دبلوماتيك بلير، نروح لكونكر لو نبغى نهاجم. أوه ما عندي انترست. أوكي 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 أوكي. ليتني عايدها من أول، ليتني عايدها من أول. لو نسوي أنا نازل بالرتبة أصلا، ما أقدر ما أقدر. طيب الأفغاني ما وده ست بيس، ألقم يلا يلا أطلع، طلعنا من الحرب حلوين. طيب المدينة هذه فيها انفستراكشر عالي، وش فيها موارد؟ أوه حلو، سوينا الناشنال آرمي. فيها برضو أوفيون، ما فيها شيء قوي مرة، ما فيها شيء قوي صدق. طيب هذه المدينة هذه ما فيها شيء قوي، فيها الميلز فارم حلو حلو، فيها خشب برضو حلو. طيب أمورنا زينة، ناقصنا مدافع. طيب عشان نسوي مدافع وش نحتاج؟ الارم اندستري. طيب نروح الاندستري، ارمز اندستري، راح ناخذ 10 حديد و10 هارد وود. طيب نحط حبة هنا. طيب حلوين، نروح للخشب هذا، لو يسوي لنا هارد وود كم راح ينتج لنا؟ 10 هارد وود. طيب ممتاز. الحديد كم جالسين ننتج حديد حنا حاليا؟ جالسين ننتج يا طوال ولا شيء. ليش ما في عمال؟ اها ليش ما في عمال؟ ما فيش عمال، ما فيش عمال، ما في عمال يشتغلون في منجم الحديد. ليش ما حد جالس يشتغل؟ معقولة الناس كلهم، في ناس هنا شغالين ورا ما يروحون يشتغلون في منجم الحديد؟ في تولز يا جماعة الخير، نحتاج ناس يشتغلون هنا. وش في مباني هنا؟ جلسة بنينا قمح، وقف القمح يا حمد، جلسين نروحون للقمح توقع. سليفز يجون هنا، اوكي مع الوقت راح يبدأ يجي الحديد. اوكي عندنا مشكلة في الحديد، لازم ننتبه لهذا الشيء، احنا ما راح نقدر ناخذ الحديد. طيب يا عمان رجع لي المينا رجاء، رجع لي المينا يا عمان، هات المينا، نبغى نبدأ نبني مينا. ما حد راح ينضم، اتوقع بيوافق على طول. ايوه وافق، اعطانا المينا بس ما رجع لي الارض، اعطانا المينا لكن الارض معاه باقي. وش مستفيد من الارض هو؟ يقدر يبني مينا بعدين نرجع ناخذ من الارض. طيب حلوين، نشغل. عندنا جيش جاهز في الاحتياط، حلو جيشنا صار قوي مره. طيب الجنرالات اللي عندي بطوروا، او واحد من جنرالاتنا مات ودع. طيب خلينا نروح الميليتري، اي في واحد جنرال ودع. طيب ناخذ لنا جنرال ثاني، لاند اونر ستيب باند هنا، نشوف واحد تريس حقته كويسه، هذا تريس حقته كويسه. يلا طيب نروح لللوز للانظمه، وش عندنا في الانظمه؟ الجفرمنت خلينا نشوف في احد بينضم. لا البري كابيتال، وش احتاج؟ يور نوت تراديشنال، يو هاف نوت انكت تراديشنال لو، تراديشنال لو لازم اطلع من التراديشنال يعني عشان اقدر اصير بري كابيتال. البري كابيتال يقول لك يو ماست نوت هاف انكتد تراديشناليزم لو ان ايكونومي. لازم اطلع من هذه. طيب لو نروح هذه مين نحتاج؟ نحتاج شويه تقريبا. طيب تنحل مع الوقت. هل في قانون ثاني كويس هنا نقدر نسويه؟ باند سليفري؟ لا ما نقدر نسوي باند سليفري. لاند اونرز مره قوية هنا، لا خلينا نزود عدد السكان. سيفر دوم لا، رايت تو اسمبل تكنولوجي سبريد راح تكل، لو لا راح تزبط. طيب لا خلها زي ما هي، نتحكم فيها احنا.
طيب هوم افيرز الناشونال جارد، يبغى لنا ناشونال جارد بس راح يخصم مننا بيروقراسي، احنا في حاجة البيروقراسي صدق. طيب نبي نرجع قوتنا عالية، نروح البيلدينج ديفلوبمنت، نرفع المدافع ونخلي جيشنا قوي، نحاول ان نقوي جيشنا. طيب نروح التريد اكسبورت الافيون بيرجن، مالنا الا فارس نصدر لهم ارضيا. مين وش في بعد موارد تجيب لي مكاسب؟ السيخ نعطيهم، يبغون هاردود، لا الهاردود نحتاجه ضروري. العماني راح ياخذ عن طريق الكونفوي، ما عندنا صد كونفوي لكن هذا راح يحتاج. طيب بيبرز نحتاجه، التي مين راح ياخذ تي؟ سيخ امباير، خذ يا سيخ امباير. طيب تقريبا امورنا شبه زينه، لا 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 والله ما هي زينه، ما هي زينه، ما هي زينه. جبت العجل بعد البركس عندنا منخسف، لازم الغي تجارتي كلها، تجارتي لازم كلها الغيها، الغي الغي. البيروقراسي لازم نخسفه، لازم نوزن، لازم نرفع البيروقراسي. خلينا نشوف نقدر نسوي الارشيف، قرر سنترال ارشيف، لا 5 سنين. طيب الرومانيزم عشان نسوي بعض القوانين. طيب لازم نرجع نرتفع بالبرستيج، لازم نرجع نرتفع بالبرستيج. نبغى نسوي ديكلير انترست، وش اللي خاسفني؟ ممكن عشان تصنع الأسلحة، بننتظر كم بيصنع لنا المسدس. تصنع الأسلحة يصنع لنا 25 مسدس تقريبا، ننتظر الآن بنشوف الأمور كيف. طيب في أحد يبغى ينضم؟ يب بس إني أمه يبغون ينضمون، انضموا كلهم. أوه ساتر والله الحزب ذا اللي فوق قوي مرة. الشرطة حلو هذه بس بتاخذ مرة كثير من البيروقراسي، لكن راح تقلل التورمويا اللي عندنا. طيب نشغل، نخلي الأمور زينة زي ما هي. آية الرحمن في جهاد الأفغان، عندي 1,000,000 زعلان لكن بالطقاق، ما زلنا نحتاج أرتيلري. أبغالي أخلي جيشي قوي عشان أرتفع في الترتيب. طيب ما زلنا هنا عندنا مشاكل في التكنولوجيا، الميليتري مو زينة. طيب البروتكشن موتر، نحاول نفتح الموترز نشوف كيف امورهم معنا. طيب في تجمع هنا، خلينا نرفع علاقتنا مع اللاند اونرز كويس. طيب ما زالت الدول عندنا زعلانة، التاكسيشن هنا كبست حقتها من خسفة، اكسبنسيف اكويبمنت هنا. طيب خلصنا من ذول ولا باقي؟ اتوقع لو خلصنا من هنا بتزين امورنا، 4 شهور ان شاء الله وبيرجع البيروقراسي عالي جدا. وعندنا هنا مبنى نقدر نزود تكه. نت انف امبلوي، الحديد ايش صار عليه اللي هنا؟ ما زال نقص عمال. طيب لو نبني حديد في مكان ثاني، مثلا لو نبنيه هنا، هنا راح ينبني اموره زينه. اجل نهد اللي هنا، نهده، مو جالس ينتج لنا شيء. نبني حديد هنا فوق راح يشتغلون الناس. طيب يقول نحتاج حديد، طيب دقائق بس دقائق يزبط الحديد الان. خلينا نشوف مبنى الاسلحه ناقصه، وش بالضبط ناقصه؟ حديد. طيب الحديد شوي ينبني، اقدر اخليه يبني مدافع وراح ياخذ حديد زياده وينقص سمول ارمز. طيب ما عندنا مشكله. لاحظين ان عندنا نقص في العماله، عندنا نقص 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 كبير في العمالة. طيب والله هي مشكلة كذا، مشكلة مشكلة كبيرة سالفة نقص العمالة ذي. مهندسين يزيدون الشعب هنا، اشتغل يا مدير انت، يا اشتغلوا اشتغلوا، ما هم جالسين يتركون المناطق هذه، شايفين؟ ما هم جالسين يتركونها، فنحتاج نزين الأمور. خلنا نرفع البيروقراسي الصدق، بنزود لنا حبة
من ادمنستريف بس خليه يخلص الحديد، خلص صناعة الحديد. طيب تقريبا امورنا زينة، احنا نقزنا وثم انخسفنا. لو اقوي الجيش حاليا ونقول اعطوهم مسدسات، ارتفعنا بالترتيب. طيب حلوين، ارتفعنا بالترتيب حلوين. نبغى نحاول نحل المشكلة بسرعة. دخلنا صار بالسالب. طيب نبغى نقول نسوي لنا انترست هنا عند السيخ امباير، نبغى نكشع السيخ امباير. التروس اللي بيني وبينهم راح ينتهي سنة 49. طيب نبغى نحاول نكشعهم بشكل كامل. انفورميشن، عندهم منطقة جميلة الصدق، الحديد جالس ينبني، فلوسنا بالسالب، لكن عندنا في الخزنة مليون، مليون ونص، فان شاء الله نديرنا نصمد على بال ما تزين الامور. ان شاء الله ان شاء الله. نبغى نحاول اننا نكشع السيخ عشان نقدر نصدر افيون للصيني اللي ما عنده حظر افيون، ونحاول نظبط علاقتنا معه. حلوين حلوين حلوين، ونتكسب من ورا ظهره. وابغى ارد الصراحه المينا، هذه المنطقه كلها ابغاها لي، بس اقدر ابني المينا هنا، امورنا زينه. بس حاليا انا شوي مزنوق، نبغى نحاول نسوي لنا خط بري بيني وبين بيني وبين الصيني عشان نصير نصدر له. روح الدبلوماسي راح تنتهي سنة 49. علاقتي مع الصيني كويسة، بس أنا لازم تصير أكوس، علاقتي مع الصيني لازم تصير أكوس أكوس مرة. طيب لأن خلاص نسوي طريق الحرير يا حبيبي هنا، نصدر فيون للصين، طلع فلوس من ظهرهم. رفتوا يا ساتر، نجد وشمر تضاربوا، أو شمر، صاروا في ثوار شمر. ثوار الله، شمر الشيوعية. ما لنا صلاح فيهم، ما لنا صلاح فيهم. احنا الحين تسديدنا 43. علاقتنا مع الهند كويسة، نقدر نصير تحت حمايتهم، لكن ما نبغى. نبغى علاقتنا برضو مع الصين تكون ممتازة جدا. سنة شهر كم بالضبط؟ في أوغست، أوغست 49، لازم نتبع سنة بالضبط من الآن. طيب، أوكي. بنينا البيروقراسي، باقي له أسبوع. ما زلنا نحتاج ارمز. طيب هل راح نحتاج ورق ولا الورق اللي عندنا يكفي؟ قاعدين يتوظفون الناس. طيب حلوين، توظفوا الناس. طيب الورق كيف وضعه؟ نروح الماركت، نروح للورق. ناقصنا تكه، تكه شايفين، ناقصنا تكه، فيبغانا نظبط الورق. فعلي لويس لويلست، ارفع لي اللويلست. طيب تقريبا امورنا لا باس بها الان. الحديد كيف صار يصنع حديد؟ يب ايوه الحديد هنا قاعد يتصنع. حلو حلو، بس نصنع سمول ارمز، لكن ما زلنا نحتاج اتوقع المدافع. خلنا نشوف المدافع كيف صناعتها عندنا. تكه بسيطه نقص في المدافع، لكن سدسات نقصنا كثير فيها، فنبني لنا واحد ثاني من السمول ارمز. نبني لنا واحد ثاني من سمول ارمز. حلوين، حبة حبة اللعبة ناخذها كذا حبة حبة. طيب مارش، دخلنا في شهر مارش، خلصنا من الدنيا اللي هنا. يب خلصناها، هذه خلصناها. يب الأراضي صارت ذي ملكنا رسميا. حلوين حلوين، نبغى نقشع السيخ امباير عشان تزين الامور. على الطاري ما وريتكم الحلقه اللي فاتت، راح نقدر نسوي امبراطوريتين، يا نسوي الهند يا نسوي تركستان. بس تركستان راح اضطر اني احارش الروسي، لكن بعدين نشوف. احنا وصلنا قوه عظمى، نشوف كيف نزين الامور. طيب احنا في جون، حلوين حلوين. طيب عندنا الخشب غالي، طيب يبغى نظبط الخشب، نحتاج نظبط الخشب. خلنا نشوف ايش كنت بسوي انا، ايش كنت بشوف. لا خلها شوي، انا وجدت خلص. طيب انا خايف صراحة من دخلة على السيخ، علاقته زينة مع الصين عرفته، فالصدق مرة خايف. الارشيف كم؟ 3 سنين، هنا 3 سنين برضو. اجل نطور الميليتري، نطور الميليتري سريع. طيب وصلنا اوغست، خلاص
ودي اسيف الصدق، وانا خايف من الصيني، خايف من الصيني الصدق. طيب 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 اوكي كونكر. احتمال هذول يدخلون، الصيني مرعب جدا. نودي جيوشنا على الحدود، هجوم ان شاء الله ما حد يتلقف، ان شاء الله يا رب ما حد يتلقف يا رب. الصيني علاقتي معك كويسة تكفى. حلو حلو، ما حد يسوي لين. اوكي اللي دخل دولة فخر الدنيا كيفها. انا خايف من الصين، الباقي كلهم طز فيهم. انا خايف من الصين صدق. وريد وريد وريد. طيب امورنا زينة الحمد لله، ما حد بيدخل، ما حد دخل، ممتاز ممتاز. الان حدودنا بتشبك مع الصيني، كأنه استسلم. يب استسلم، بس خلنا نشوف ابغى اشوف هذا ايش بيسوي. Very well, it shall be leading force. طيب ما ادري ايش اللي صار. اوكي صار عندنا فيه حزب. طيب صارت حدودنا مع الصيني، امورها زينة حلوين. هنا شكل فيه government administrative. اي والله فيه ثلاثة، ففقع عندنا البيروقراسي. طيب روح الماركت، روح للأفيون، اكسبورت تو تشينغ. لا لازم، لا تقول لي خسر الحرب الآن. بان أفيون. فك يو فك يو فك يو فك يو فك يو. طيب ما راح اقدر اصدر له أفيون، اتوقع لين يصلحوا المشكلة اللي عنده هذه. البان أفيون كيف تنشال ما ادري بالضبط الصدق، لكن التبت هل نقدر نصدر للتبت؟ نوقف، لا ستوب. نروح مثلا للاكسبورت، نروح للافيون. لانه فازل ما نقدر. اجل مالنا خلاص، الصيني ننتظر لين يصلح ونصير ندف لها يدويا. حلوين. طيب نغير الانترست حقنا، نشوف من اللي يحتاج افيون اكثر، من اللي يحتاج افيون. كيف نقدر نشوف طريقتها؟ نروح الماركت، نروح للافيون. لا هنا الصناعة، في طريقة اقدر اشوف من يحتاج الافيون اكثر. هذه كلها جالسين يصنعون افيون اتوقع. برودكشن، هنا الافيون برودكشن. كيف طريقة الريسورس افيون؟ لا مو هنا والله، ناس الطريقة. كيف من الماركت نروح نضغط على الافيون، المفروض يطلع لنا الصين كذا. اوه يحتاجون افيون. ابلكيشن، والله ناس الطريقة شباب. كيف اللي تطلع لي في طريقة تطلع لك المورد من اللي يحتاجه اكثر؟ عرفته؟ امبورت، لا ما نبغى امبورت. نقول اكسبورت افيون، ما هم جالسين ياخذون مني الا ذول الاثنين. طيب ندف للفارسي. طيب امورنا الصناعية شلون؟ دخلنا بالسالب بسبت، عندنا نكس في الارم، جالسين نبني واحد ارمز. طيب في عندنا ثوار اتوقع، في عندنا ناس بيثورون، او في عندنا موفمنت، فلازم نقبل الاعراق. حاولنا نقبل العراق اللي عندنا، ما راح نقدر نقبل العراق. هذه مشكلة، هذه مشكلة. هيلث، لا 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 ما راح نسوي اي شيء من هذه الاشياء. طيب كان ديكلير انترست، حلو نقدر نسوي انترست ثاني. نسوي انترست في الهند، حلو جنبنا. نحاول نصدر لهم افيون برضو. طيب العماني ما وده يرد لي الميناء. طيب عندنا هارد وود قليل، فنشوف لنا واحد من مصانع الخشب، هذا يسوي لنا هارد وود. طيب نوقف دقيقة بس، انت عندك خشب، عطنا بالله هارد وود يا وحش، جيب لنا هارد وود. طيب السوسايتي ارشيفينج 3 سنين، هذا بيفقع لنا يسمونه بيفقع لنا البيروقراسي. طيب وش عندنا مشاكل الحين؟
كاباسيتي مرتفعة، الاكسبنسيف. طيب هذه الامور كلها مقدور عليها، كلها مقدور عليها. طيب نشغل زي ما حنا، نشوف الان هل نقدر نصدر افيون للهند البريتش، لكن راح يحتاجون كونفويز. والله كونفويز ما ادري من اجيب لكم كونفويز يا اصحابي، حاليا ما عندي كونفويز. يبغانا نبدا نبني موانئ. طيب بسترد الارض من هنا. طيب حبه حبه نبني لنا اول شيء الشيب يارد. وين الشيب يارد؟ نبني لنا حبه شيب يارد، ثم نبني لنا ميناء ونزود هذا حبه تكه هنا. خلاص نخليها تبدا تبنى هنا، ممتاز. طيب اكسبنسيف الوود عندنا غلا، لازم نرجع نبني الوود. طيب يبغالي اقوي الصناعه عندي، اقدر ابنيها ازودها عن طريق اني سكشن او اني ازود المبنى، يعني اغير صناعه نوعيه الصناعه او اني ازود مبنى، عرفتوا؟ طيب الباند فيون ما زال هنا، كيف اشيل، كيف اخليهم يشيلون الباند فيون؟ والله ما ادري كيف ان شاء الله. طيب شعبي ما زال استرجل، خلينا نشوف الموارد الاساسيه اللي عنده كيف. عندنا نقص في القمح، نقص شنيع جدا في القمح. طيب فورست نقص الاثرتي طز فتره بسيطه، ما عندنا مشكله نقدر نصمد. انبوت شورتج ايرون، ليش الايرون نقص؟ يب نقص الايرون لاننا بنينا ارم ثاني. طيب نقدر نحط شيء هنا، نحتاج فحم عشان نقدر نسوي ايرون اسرع. طيب هل عندك فحم يا حمد؟ اتوقع عندنا فحم، يب عندنا فحم هنا، فنبني حبة فحم. بس قبلها نرفع الكونستراكشن هنا فوق ونرفع الفحم، ثم نرفع الكونستراكشن فوق، ايوه كذا. طيب دخلنا، ما زالت اموره زينة. الارشيف، الارشيف 35 شهر، يلا الارشيف جدا ضروري، جدا ضروري. طيب حلوين حلوين، تقريبا امورنا زينة حاليا، ترتيبنا 35 ممتاز، عسكريتنا قوية، نقدر نرتفع برضو بالترتيب، لكن نبغى نكون حبة 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 حبة. كيف أشيل هذا هنا؟ ما أدري والله، لو نقدر نكلم بريطاني يفك كل هذا. فورم ألاينس جوين كاستم يونيونز، لا. طيب أنا ترتيبي كم في صناعة الأفيون؟ خلينا نشوف الافيون، ترتيبي الرابع عالميا في صناعة الافيون، فلازم ارفع. الهند تصنع اكثر مني، فلازم اكون اقوى في صناعة الافيون واصدر العالم. بس احتاج كونفويز، كونفويز تحتاج شغل، شغل كثير مرة اني ابدا اسوي كونفويز. ونبغى نرد ارضنا من الزفت هذا العماني، رد الارض. الروس بيدخل معنا. طيب نسوي موبلايز، نحط جيشنا على الحدود بس. وريد والفارسي بيدخل مع من؟ الفارسي دخل مع العماني. طيب ما عندنا مشكلة. وش راح نسوي؟ راح نحط الجيش الثاني دفاعي. الروسي ما دخل معنا، لكن ها احتمال يدخل معنا، يبغاني يعطيه شيء منه ولا منه، عرفتوا؟ طيب في جيش ثاني عندي هنا، ورا ما تحرك، ولا وين رايح الجيش الثاني؟ يهو هنا جيش 27، في جيش مختفي عيال، في جيش عندي مختفي، ولا مات القائد فجأة؟ كان القائد ايه مات فجأة. طيب نحط لنا قائد ثاني، حلو، ونحركه موبلايز، تعال هنا، حلو. بشكل العماني ما راح يجيب لها للبر. طيب نقدر نجند زيادة، بس ما نبغى نجند زيادة. طيب دخلنا بدأ يصير بالسالب، كم عندي جولد ريزيرف؟ عندي مليون، حلو. نبغى نسترد أراضينا. طيب انتصرنا هنا، ننتصر هنا برضه.
نطرد العماني، نبغى نحاول ناخذ الارض هذه كامله لنا لانها ارضنا. هنا في شان افغانستان انت لست ليش شبه البيرشيا. خلنا نخرب علاقتنا مع فارس، طز فيها. طيب ليش الثاني هنا؟ لا وقف دفاعي خلاص الين تنتهي الحرب. هو اتوقع راح يبدا يهجم، يبدا يهجم، يب بدا يهجم، جالس يندق. ف تشوفون ضعف ضعف ضعف، حلو. نحول هذا هجوم دام ضعف، على طول نهجم حنا. المعركة بتكون ساحقة المفروض لنا. ايوه راح نقدر نقتحمه، تمام خلاص معركنا مضبوطة معنا. خلاص مع الوقت امورنا زينة، مع اني ماني طالب اي شيء من الفارس، المفروض اني اخذت منه شيء الصدق. طيب عندنا نقص في الخشب، او الخشب غالي علينا، عندنا نقص في الحديد. نصنع حديد حنا؟ اصنع حديد قبل كل شيء. نحتاج حديد ونحتاج خشب كثير. الارض هذه فيها نسبة ستراكشر عالي. سود لي خشب يا وحش. سود لي 5 خشب، نحتاج خشب كثير مرة كثير. بدنا ندخل على الفارسي نشقه. ممتاز 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 ممتاز، دخلنا سيء جدا. المباني اللي استاخذ مننا فلوس، صدق المباني اللي استاخذ مننا فلوس والبناء بشكل عام. طيب الحين خلاص بيستسلم الحلو. علاقتنا مع الصين كويسة، علاقتنا مع الروس شبه كويسة، ما زلنا ما نقدر نصدر افيون. ده الحلو هذا، بس هل نقدر نصدر للعالم افيون؟ هنا الكلام، نحتاج كونفويز، نحتاج موانئ. حلو حلو، الحلقة ذي والله توسعنا توسعات كبيرة الصدق. خلاص بتنتهي الحرب الآن. خلاص نفتك من العماني، أخذنا الميناء اللي هنا، أو أرضنا كاملة أخذناها. ممكن نصعد على الفارسي ونقشع قشعة كاملة. بس خله يبني أرضه حالياً. خله يبني الأراضي اللي عنده، خلاص استسلم الفارسي. باقي العمان الآن يسلمنا الأرض. سلم تسلم سلم تسلم. ان اكتف رود، نوقف لان كنا بحرب معاه. طيب حلو، بس تخلص الحرب وببدا اشوف الصناعه اللي عندي ايش وضعها. خلص بسرعه، ما اخذ معنا، ما اخذ جزء بسيط صدق، ما هو ضارني مره، بس انا ابغاه حقي. كم 33,000 مواطن ابغاهم تبعي، ما بتبعك انت. جيب حلو، سلمنا الارض تمام، حلوين حلوين اراضينا زبطت. طيب ايش عندنا مشاكل؟ الخشب جالس يتصلح، الخشب بعد شوي يتصلح. طيب نوقف الى هنا، نكمل معاكم الحلقه الجايه ان شاء الله. يعطيكم العافيه على المتابعه، كان معكم اخوكم حتى كان محمد القحطاني من قناه ريبي ليجن، والسلام عليكم.